في مستحيل. بس انا ودي اسال فاطمه، ما شاء الله فاطمه ليش ما تمتنين يعني؟ يعني رمضان يا حلو كل ما في شيء اثر فيه والله. اكل يعني ايش؟ الحمد لله ماي ابيتايت يعني ما شاء الله، واعلانات الاكل جاكم والله اكل. يقولون لي المتابعين فطوم ما شاء الله تاكلين وايد ما تمتنين، جينيتكس يعني ما ادري ما ايش نعرف. اكيد هم يعرفون السر يعني عصبيه فاطمه عصبيه فاطمه اي صرتي عصبيه ليش؟ صراحه سوشيال ميديا ضغط، سوشيال ميديا ما الحق يعني. تخيلي ان انت تليفونك دائما يرن، دائما يرن، اللي قمت ساعات يعني اكره يعني ممكن تردين علينا معصبه. انا ايش اللي قمت اسوي كنترول على ادق وانت معصبه لان تصير، فشنو قمت اسوي؟ ما ارد واكلم ماي اسيستنت تكلم هالشخص، لان حرام انا احط يعني عصبيتي على انسان. بس يعني there's no way ان تكون كام بسوشيال ميديا، وايد ضغوط 24 ساعه. فاخر شيء اتحملها مثلا يعني احد يكلمني وعن شيء قبل اللقاء قالوا لي وايد حاده فاطمه، وايد حاده ما شاء الله. لا بس انا بدي اسال ان